من المقدمة إلى التفاصيل، أهلا بكم. في إطار تضافر جهود الدولة لمحاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع وتوفير السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، تم افتتاح معرض أهلا رمضان بقرية الحبيل بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة. إليكم متابعة الزميلة إيمان عبد الفتاح. في إطار دعم جهود الدولة ومؤسساتها، يواصل حزب مستقبل وطن افتتاح فروع ومعارض أهلا رمضان بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر، وذلك ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين إيمانا منه بدوره الفعال للمجتمع، حيث تم افتتاح معرض أهلا رمضان بقرية الحبيل تحت شعار لا للغلاء لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% تخفيفا على المواطنين. هنا في الحبيل بنفتتح هذا المعرض وهذه المبادرة لعرض السلع الغذائية الأساسية الهامة للسادة المواطنين وبأسعار مخفضة، نسبة تخفيض بتصل إلى 30. وأنا تأكدت من الكلام ده بنفسي هنا، يمكن احنا شايفين البيض، الرز، السكر، الزيت، السمنة، السلع اللي بتهم المواطن، ولسه هنشوف كمان المجمدات وهنشوف يميش رمضان. كل الحاجات دي احنا بنقول للناس يا ريت نبدا ناخد من المعارض. احنا طبعا في محافظه الاقصر فتحنا معارض حوالي دلوقتي داخلين في 15 معرض ومبادره وشادر على مستوى المحافظه غير المنافذ المتنقله. الكلام ده حصل اعتبارا من شهر يناير السابق، يعني بقالنا شهرين ونص في عرض المنتجات. نسبة الإقبال كانت عالية جدا. الأسعار دي كلها بتصل التخفيض فيها من 20-30% لأسعار السوق، وطبعا دي مبادرات احنا بنحاول على قدر الإمكان نستجيب لدعوات السيد الرئيس الجمهورية بالانحياز لمحدود الدخل ودعمهم ومحاولة التواصل معهم، وطبعا دي كلها احنا مجهودات حتستمر الى ان شاء الله الى ان شاء الله باذن الله. هذا ويستمر المعرض في فتح ابوابه امام المواطنين حتى نهايه الشهر المبارك. كنت معكم من الاقصر ايمان عبد الفتاح.